نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار وسفرت سلطنة عمان لدى مملكة البحرين بالتعاون مع جمعية الشعر الشعبي مساء اليوم بمتحف قلعة البحرين أمسية شعرية بعنوان سلام سلطنة عمان لأرض البحرين. وحضر الأمسية سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام والشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار وسعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين وعدد من السفراء العرب لدى المملكة والمهتمين بالشأن الثقافي في البحرين والإعلاميين وشارك في الفعالية شعراء من مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة